طبعا بنشغل ماتش الاهلي دايما، و بيبقى قدامنا الصوبيا او اي عصير بيبقى موجود جنبنا من العصاير المشهوره في رمضان زي التمرين دي اللي بقى موجود وقتها، والحاجات الحلوه والقطايف والبسبوسه والحاجات دي. وبنشجع طبعا الاهلي كلنا، واحيانا بيبقى معانا الاعلام بتاعت الاهلي، وده طبعا اعلام بتعمل شكل حلو في البيت مع زينه رمضان، فده بيبقى طقوسنا وبنشجع الاهلي من قلبنا. والله انا بيني وبينك لما بيكون في ماتش للاهلي وبتفرج عليه في البيت لوحدي، انا بكون قاعد لوحدي، دي طقوسي يعني في رمضان، يعني بقفل عليا اوضتي بتفرج على ماتش. لو انا قاعد مع الاولاد فبتفرج انا واولادي في بيت اي ولد من الاولاد، يعني ده ماتش الاهلي او ماتش ليفربول. انما لو في ماتش للاهلي انا طبعا مفيش مسلسلات، مفيش اي حاجه، هو ماتش الاهلي، لازم ماتش الاهلي يعني. اللب والسوداني والماتشات والاهلي، الاهلي هو الحياه يعني. لا بتكون احنا كنا بقى كده، وانا طبعا بخفف من السكر شويه عشان انا السكر عندي بيتعبني شويه، لكن بحب اتفرج طبعا على المباريات لازم.